بعد أن كان العراق دولة مستقطبة للوافدين والراغبين بفرص عيش لما يملكه من إمكانيات على مختلف الصعد، بات بعد عام 2003 بلدا نافرا لمواطنيه الذين اختاروا الهرب من الفوضى الأمنية وعمليات القتل والترهيب بحثا عن ملاذات آمنة خارج الحدود. ورغم عدم وجود احصائيه نهائيه لعدد العراقيين في بلاد المهجر بسبب التعتيم الحكومي الا ان مؤسسه عراق المستقبل للدراسات الاقتصاديه قدرت عددهم في الخارج بنحو اربعه ملايين عراقي وربما اكثر عدد يعكس حقيقه مفادها بان العراق اصبح بلدا خطرا وغير ملائم للعيش وفقا لموقع انكي الذي يعتمد في تصنيفاته على بيانات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. ومع ابتلاع الميليشيات للدولة ومؤسساتها بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية فإن العراقيين فقدوا أي أمل بتغيير حقيقي ليس قائما على ديمقراطية مزيفة ونظام سياسي فاسد يعيد تكرار نفسه كما أورد ذلك موقع ميديا لاين الأمريكي وبالتالي فإن ملامح الاستقرار التي يمكن أن تؤمن للعراقي ظروف بقائه في بلده أو عودة من هم في الخارج إليه تكاد تنعدم. ومع استمرار الفوضى في العراق فإنه يفقد سنوياً آلافاً من مواطنيه الذين اختاروا الهجرة. في وقت يمثل معظم هؤلاء ثقلاً فكرياً وأكاديمياً كان من الأجدر أن تنتفع من خبراتهم لبناء مؤسسات البلاد المتهالكة. فعلى الصعيد الطبي تقدر إحصاءات غير رسمية أعداد الأطباء العراقيين خارج البلاد بـ 72 ألف طبيب يعملون في مستشفيات عالمية دون وجود أي جهود حكومية حقيقية ترغبهم بالعودة رغم حاجة البلاد لسد النقص الحاد بالكوادر الصحية في المستشفيات والامر كذلك بالنسبه للمهندسين والتدريسيين وحتى اصحاب رؤوس الاموال الذين فروا بثرواتهم دون ان يستثمروها في العراق بسبب عمليات الابتزاز والاتاوات التي تفرضها الميليشيات لتبقى البلاد في المحصله رهينه مزايدات حزبيه ومحاور ميليشياويه يرى هؤلاء بانهم اصحاب الارض ومن فيها مجرد ادوات مسخره لمشاريعهم